لي ضيفي من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. اليوم ثلاث نتائج أو ثلاث احتمالات لنتائج التضخم، إما أن تأتي موافقة للتوقعات أو أكثر كثيرا من التوقعات أو أقل من التوقعات. في هذه الحالات الثلاث كيف ستتفاعل الأسواق؟ يعني بيانات التضخم المنتظرة خلال تعاملات اليوم كما ذكرت محمد هي الأهم. الأسواق متلهفة لمعرفة إذا ما كانت الأزمة التي يواجهها الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي هي أكبر من المتوقع. الحديث عن أنه نحن حتى نستقر عند 6.8% لهذه المدة المتواصلة أو الارتفاع نحو 7% كمستويات تضخم يدق نواقيس خطر كبيرة، وبلا شك سوف يعني إلغاء الدعم النقدي الذي كان يقدمه الفيدرالي الأمريكي وبشكل متسارع خلال العام الحالي. بالتالي ذلك يضعنا أمام احتماليات فعلية بأنه سوف يسارع إلى تشديد سياسة نقدية وبدأ رفع أسعار الفائدة ربما من شهر مارس مضطرا الفيدرال الأمريكي، على عكس ما كان قد قاله يعني أو طمن به الأسواق نوعا ما جيروم باول يوم أمس. سوف يكون مضطر لهذا الأمر مع بيانات عند 7% تضخم خلال اليوم. إذا صدرت هذه البيانات سوف تكون يعني للأسف ليلة حمراء على الأسواق الأمريكية. يعني ولكن إذا جاءت البيانات يعني تشير إلى أنه نحن في مستويات نفس المستويات تقريبا مستويات 7% أو حتى دون ذلك، ربما سيبقى الوضع على ما هو عليه بشكل كبير جدا. نعم أنه أي قراءة عند المتوقع أو دون التوقعات ممكن أنه تهدئ الأوضاع نوعا ما، ولكن ذلك لا يغير حقيقة أنه مستويات التضخم يعني مرتفعة ومضرة صحيح. بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي، ويجب أن يتجه إلى تجديد السياسة النقدية لأنه يعني ما يتم حدوثه حاليا في الأسواق سوف يحقر ضمنيا على أنه نحن رح نتجاوز حتى 7% خلال هذه القراءة. يعني أميل أكثر إلى أنه ممكن أن نتجاوز التوقعات في ما يتعلق بمستويات التضخم، لأنه برنامج التيسير والسياسة السهلة والميسرة بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي يعني سوف يكون لها آثار سلبية لأنها استمرت لفترة طويلة ولأنها فعليا عاد الاقتصاد الانفتاح بشكل كامل. فبالتالي أنت أنت واضح أنك من معسكر أن الفيدرالي تأخر في تشديد السياسة النقدية، يعني عارف هذا بشكل كبير. نعم طيب رائد، اليوم الأسواق الأوروبية تبدو وكأنها تستفيد من التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ومن تشديد السياسة النقدية السريعة والأسرع من المتوقع في أمريكا. هل تعتقد أنه يعني الوقت الحالي أفضل أن تنتقل السيولة وتنتقل الاستثمارات إلى أوروبا؟ هل تنصح المستثمر اليوم الذي يضارب في السوق الأمريكي يستثمر في السوق الأمريكي أن ينتقل إلى الأسواق الأوروبية؟ يعني بلا شك نحن مرينا بهذه التجربة سابقا محمد، عندما كان هناك التباعد أو الفجوة في السياسات النقدية واستغلال المستثمرين لوجود السيولة الرخيصة العوائد الأعلى أو التوجه نحو الأصول ذات عوائد المرتفعة بشكل أكبر التي توفرها الأسواق الأوروبية على سبيل المثال، أو الأسواق التي لم تتجه بعد إلى تشديد السياسة النقدية. فهذا الأمر يتم حدوثه قبل أن يحدث فعليا. يعني نحن ممكن نشوف مع اقترابنا أكثر من يعني منتصف الربع الأول من هذا العام، يعني نحن عم نتحدث في فبراير إلى بداية مارس، سوف نشهد حقيقة توجه للاستثمارات بشكل أكبر. طبعا التوجه الآن سوف لن يغير كثيرا، خصوصا أنه لا تزال الأسواق حساسة للبيانات، لا تزال هناك تطمينات من قبل الفيدرال الأمريكي أنه الأمور تحت السيطرة وبالتالي لا يوجد التسرع الكبير على لسانهم، ولكن البيانات تعكس غير ذلك. المحضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي ظهر يعني مؤخرا يعكس غير ذلك. هناك حديث فعلي وتوجه سريع نحو تسديد ورفعات لأسعار الفائدة تصل إلى 3 إلى 4 مرات خلال هذا العام. بالتالي يعني سوف يكون مصير المستثمرين التوجه نحو السيولة الرخيصة مرة أخرى. طيب وأوروبا هل ستغير وجهة نظرها؟ يعني اليوم أيضا في أوروبا ينظرون إلى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم أن البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب، لكنه أيضا لا يمكن أن يبقي على وجهة نظره كما هي أن التضخم مؤقت، خاصة أن جزء كبير من عوامل هذا التضخم ليست فقط متعلقة بالطلب لكنها أيضا متعلقة بالعرض وباضطرابات سلاسل الإمداد التي لازالت موجودة. بلا شك سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف هذا هو الذي يفجر
التضخم حقيقة، وربما مرتبطة أكثر بارتفاع في التكاليف وفي ارتفاع في أسعار النفط، وبالتالي ذلك يؤثر على مستويات التضخم ودفعها بالاتجاه الصاعد. ولكن تحتاج أوروبا إلى بشكل أو بآخر إلى هذا التضخم، أو ليس مضرا بالشكل الذي يعني موجود في الاقتصاد الأمريكي. ليش؟ لأن الاقتصاد الأمريكي بدأ يحقق التعافي فعليا، وبالتالي هذا التضخم الزائد يأكل من التعافي، بينما نحن عندنا في الاقتصاد الأوروبي بالرغم من وجود هذه السيولة الرخيصة لكن توجد هناك العوائق والإغلاقات الاقتصادية وأيضا ارتفاع التكاليف، وفي نفس الوقت نحن في عندنا سلاسل الإمداد التي المعروضة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، خصوصا أنه كمان أوميكرون والأعداد المرتفعة التي تظهر بشكل أكبر في الاقتصاد الأوروبي. بالتالي يعني أعتقد هناك تأخر من قبل صناع السياسة النقدية في المركز الأوروبي إلى تشديد في السياسة النقدية في أي وقت خلال هذا العام، ممكن حتى يعني نهاية العام الجديد هذا ممكن أن يبدأ بالحديث عن تشديد في السياسة. طيب سريعا رائد، التحرك الذي شاهدناه على الذهب في الجلستين الماضيتين، هل هو يعني استعداد لبيانات تضخم اليوم؟ يعني برأيك الأسواق تقرأ أن التضخم سيأتي أعلى من المتوقع؟ يعني الذهب أعتقد سوف يتفاعل وبشكل كبير جدا مع بيانات التضخم خلال التعاملات اليوم. أي قراءة من المتوقع أن تكون يعني أعلى من التوقعات، نحن نشهد 1830 وقد نتجاوز هذه المستويات. شكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل.